السلام عليكم. قصتي هذه كنوجهها للنساء كامل، العيالات كاملين اللي عندهم الولاد والبنات، وكيف يفرقوا في التعامل معهم اللي كيديروا الفرزيات بيناتهم. حرام عليكم، حيت بهذاك التعامل ديالكم اللي كتفضلوا وحده على وحده او لا واحد على واحد، كتعقدوا ولادكم هكاك، وكتخلقوا فيهم كتخليهم انهم عرضه لشحال من حاجه، وكيكون عندهم واحد النقص كبير، كيوليو ضعاف قدام اي انسان يقدر يقول لهم كلمه زوينه ولا يكذب عليهم او لا يتقرب منهم بالتحايل عليهم. الامومه راه واحد الحاجه كبيره بزاف، واحد النعمه كبيره عطاها الله للنساء، وخصهم يحترموا هذيك النعمه ويقدروها ويقدسوها. التعامل خصو يكون سواء بين الوليدات، خصهم يكونوا سواسيه عند والديهم، ما تعقدوهمش وحافظوا عليهم. نبدا معكم القصه ديالي. انايا سميتي نعمه، انا هي صغيره في خواتاتي، حنايا ثلاثه ديال البنات، زوج كبر مني وانا هي الصغيره. انا يا ما عاودت القصه ديالي الا باش نرتاح، ما عنديش لما نعاود، وما بغيت شي حد يحس بهذا الضعف ديالي ولا بهذا الشيء اللي بقى عليا، ولا بالاحتياج ديالي لاني نكون محط اهتمام، ولا اني نكون حتى انا مرغوبه كيف ما خواتاتي. انا الضحيه ديال الوالده ديالي، ضحيه ديال ماما كتعاملني واحد المعامله اللي ناقصه بزاف، ما عرفتش علاش. لو كان ما كنتش كنشبه لها في الملامح ديالي نقول راها غمت بنياني ولا لاقياني ولا ماشي بنتها، ولكن كنشبه ليها في الملامح، ومع ذلك ما كنحس بها ما كتبغينيش، ما كنحسش بها راه ماما ولا عزيزه عليها، ولا دائما انا التعامل معايا في شكل دائما ناقص. وخا مع اني انايا هي الصغيرة، يعني خاصني نكون انا العزيزة، انا المفشة، انا المدلة، بالعكس لا، هي دائما خواتاتي اللي كبر مني هما الطب دائما. انتي ماشي بحالهم، كديرش بحالهم، ما كتقرايش بحال الفلانة، ما كتعرفيش تلبسي بحالها، الاختيار ديالك للصحابات ماشي بحالهم، ما كتعرفيش تختاري صحاباتك كتختاري ديما الناس دون المستوى، واحد نسيا دون المستوى. ديك الهضره اللي كتقول لي دائما كتحاول انها تقلل مني وتصغرني، وما كتبغيش انا يعني نحس براسي اني مرتاحه ولا مزيانه. هاد الام هادي ما كترتاح حتى كتشوفني كنبكي ولا كاعيه، كنحس بها ارتاحت، ما فهمتش علاش، كيعجبها الحال انها تعذبني، بحال هذاك الشيء ولا فيها مرض، ديك العاده ولات فيها مرض. ملي كنت صغيره وكنت الا درت شي حاجه، مثلا بنيه صغيره بقى بابي، وشي صور باقيين عندي في الميموار ديالي، كنت بقى صغيره بزاف، الا مثلا غير غاده وجيت مثلا في شي كاس اولا شي حاجه ديال الزاج ولا شي حاجه ديال البديع وكنطيحها، كنت كناكل على قتله ديال العصا، بقى عقله كتبقى تضربني ليدي، كتقولي ها ليدي لي هرسو، هادي ليدي لي هرسو، كتعطيني ليديا، حتى داك بقى عقله داك الالم اللي كنت كنحس به ديك الوقيته في يدي بديك العصا اللي كنت كناكلها. كنت الى درت مثلا شي بساله هكا عادي ديال الوليدات الصغار، ولا مثلا كنوضو نعير شي وحده في خواتاتي، داك النهار كيكون عندي كحل، شعري كيبقى طاير غير في السما، كتنسفني كتريشني بالترياش ديال الترياش ديال المعقول. وواحد المره زغبلني الله وجابها وقلتها ليه، داك النهار غوت عليها بابا كنت عزيز عليه، بابا غوت عليها خصم عليها، ومع كانت ضرباتني بطرشة لوجهي، وبقى الاثار ديال واحد جوج صبعان ديالها بقاو مطرسين ليا في حنكي، وهي مع قالت لي ما تخرجيش من بيتك، البيت ما تخرجيش منه، بحال ما بغاتش بابا يشوفني. ديك الساعه قالت لي بغا حاولت انها تنعسني قبل ما يجي هو. انايا بديك الذكاء اللي كان عندي ديك الساعه وديك الفتنه، فهمت انها ما بغاتش بابا يشوفني في ديك الحاله، وانا تعمدت اني نخرج ومشيت عنده وريته حنكي، وقلت لي ضرباتني ماما ترشعتني، تخاصموا وياها، هو مقصرش عليها، وحتى هي المهم كتقول لي راه هي باسله، راه هي كدير ما كتسمعش الهضره، راه هادي الغد في الصباح
بدات بيا انا الاولى، ملي خرج بابا بدات بيا انا الاولى. جات لي باقا تعود ليه شي حاجه ولا تقولي ليه شي حاجه، عمرك ما تحلمي براسك تبقي معانا في الدار. بدات كتهدد فيا، قالت لي نخرجك من داري غتمشي لواحد البلاصه ما غتعرفيش راسك فين مشيتي، نغبرك. وانا بقى صغيره درت فيها الرعب، خلعتني، وليت كنخاف حتى اني نهضر مع بابا ولا يعاود لي شي حاجه نهائيا، ولا كيجي هو كيسولني يقول لي يا بنتي واش ضرباتك ماماك، واش ضرباتك اختك، كنقول ليه لا واخا يكون ضربوني كنقول ليه لا. وعمري ما قدرت نعرف علاش كانت كتعامل معايا هكاك، هذا كان التعامل ديالها ما بغيش يتفهم ليا. بقيت كنكبر كنكبر وانا كنكرهها، محدي انا كنكبر والكره ديالي ليها كيتزاد، وحتى الخواتاتي هذيك الفرزيات اللي كانت كدير بيناتنا كبرت وانا ما كنحملهمش، محدي انا الحب ديالي لبابا كيتزاد. بابا هو العقل ديالي، هو الروح، كنقول واخا يطلب ليا عينيا نحيدهم من بلاصتهم ونعطيهم ليه نعطيهم ليه، وهي كنكرهها ما كنحملهاش ما كنحملهاش. عمري ما كنت كنتخيل اني نوصل لهاد الصوره معاه، ولكن كبرت وانا ما كنبغيهاش ما كنحملهاش، لدرجه ان اول واحد جا خطبني وافقت عليه، ما فكرتش في داك الانسان كي داير، بغيت غير امتى نتفك منها، غير امتى نتسنى منها. كيسولني بابا واش موافقه عليه واش هذا، كنقول لي اه موافقه عليه اه باغاه، ما كنعرفوش ما كنعرف عليه حتى شي حاجه. بقى كيستغرب هو الهدف ديالي غير نبعد، ما بقيتش باغي نشوفها. وعلاش وافقت عليه دغيا وبغيتو؟ لانه ما ساكنش في المغرب، كان ساكن ديك الساعه هو مغربي ولكن ساكن في تونس. بغيت غير امشي نتزوج ونمشي معاه نغبر، ما بغيتش نبقى نشوفها. وحتى هذاك التخيل اني غنتزوج مثلا وغنمشي لداري مع راجل يبدا تجي عندي، ما بغيتوش، بغيتش نبدا نشوفها، بغيت نبعد عليها لأبعد بلاصة. ما نكرش نتزوج في المريخ ونمشي نبعد وما نبقاش نشوفها نهائيا، لا هي لا خواتاتي، بكثرت هذيك العقد اللي دارت فيا. وملي واحد النهار عاودت لراجلي هادشي كنت كاعية وطلع لي الدم وتفكرت هذاك الشيء وطح عليا الضيم، كنشوف راسي محرومة من عائلتي هما بالحياة. وكان راجلي بقى كيسول فيا وبديت كنعاود ليه وكنبكي، كنعاود ليه وكنبكي. وانا فاش تزوجت به ما كنتش كنبغي، ولكن مع الوقت والعشرة لقيت فيه هو كل شيء. بديت كنبين ليه بزاف، بدا هو فيه تعويض على عائلتي اللي ما كايناش معايا، تعويض على هذاك الحنان ديال الام اللي ما شفتوش، كان حنين بزاف. لقيت راسي بشويه بشويه وليت كنبغيه بزاف راجلي، وبديت كنعاود ليه كنعاود ليه كنعاود ليه هذيك المحنان ديالي كامله. اشنو قال لي هو؟ قال لي ضروري خصك طبيب نفساني، هاد الوضع ديالك ماشي هو هذاك. بسبب التعامل ديال ماما معايا كنتعالج دابا عند طبيب نفساني، وديما كيسولني واحد السؤال وانا داك السؤال ما عرفاش ليه الجواب. كيقول لي واش ما عرفتيش علاش كانت كتعامل معاك بحال هكاك؟ وانا لحد الساعه ما عرفاش، وكنتمنى شي نهار اني نقدر نوقف قدامها ونوقف في وجهها ونسولها ونقول لها علاش ماما كنتي كتعاملي معايا بهذيك الطريقه وبهذاك الشكل. وكنتمنى نعرف وتكون شي حاجه بعدا اللي مهمه، ولكن واخا هكاك ما كنضلش. بابا كنهضر معاه كنتواصل معاه كل شيء، وهي لا شحال مره كتعيط ليا كتصل بيا ما كنجاوبهاش كاع، كنتفادى اني نجاوبها لاني صوتها الا هضرت معاها ونسمع صوتها كان مرض، كان بس كنحلم كيجوني كوابيس في الليل، كنبقى نتفكر هذاك الشيء اللي دوزاتو عليا في الصغر، العصا اللي كنت كناكلها عندها من دون خواتاتي، كنتفكر كيفاش ملي كنا كتمشيو كتكسينا كتاخد ليهم هما الباس اللي غالي، وانا كتمشي لارخص حاجه دائما هي اللي كتشريها ليا، شحال من مره هما كيتكساو وانا كنبقى نلبس دائما الحوايج اللي كيشيطوا عليهم، دائما الحوايج اللي كيشيطوا عليهم كيتخزنوا ليا انا حتى نلبسهم دائما، شحال من حاجه وحاجه بزاف ما يتعاود داكشي كتير كتير بسببها. انا مريضه نفسانيا، كل ما كانش هذا الراجل هذا اللي يقبلني كيف ما انا بهاد العيوب ديالي، تعلم الله شنو كان غيوقع بيا. حتى القرايه ما قدرتش نعطيه اهتمام كافي للقرايه لاني شخصيتي مزعزعه بمعنى مزعزعه، ما الشخصيه ديالي ما ثابتاش، شخصيتي مريضه.
عقليتي ماشي هي هذيك، نفسيتي ماشي هي هذيك. كبرت وانا مريضة وانا كنخاف من كل شيء، وما عارفاش هاد المشكل اللي عندي شنو المعنى ديالها، ولكن هي الوحيدة، هي السبب ديال هذا الشيء كامل. ما عارفش واش نقدر، عندي القدرة اني نقول اني ما مسامحش ليها، كان ولكن كان خايف نكون اني يعني تماديت اللي كنتمناه اني نتشافى من هذا الشيء، واني نلقى شي نهار جواب على هذاك السؤال ديالي، هو علاش كانت كتعذبني هذا الشيء. علاش كنعاود القصة ديالي، بغيت نتفاجأ واحد شوية، وكنتمنى من اي يوم انها تحاول انها ما تديرش هذا الشيء اللي كانت كديرو هي، باش ما تجنيش على ولدها ولا على بنتها، وتخرج واحد الجيل ولا واحد الناس اللي هما غير اسوياء للمجتمع، ويكونوا هكا مرض وما قادريش انهم يتعايشوا مع الناس. وبحالي انا كنخاف انا بزاف من التعامل مع الناس البرانيين، مع اني نتعاطى مع الناس، مع اني نتداخل معاهم. ماشي بالسهل عليا اني كنتعامل مع اي انسان، كتجيني صعيبة، خلاتني اني انسان حدودي لابعد قياس. والحمد لله على كل حال، ربي كيقطع من جهة وكيوصل من جهة. الحمد لله اللي يسر لي الله في هذا الزوج الصالح اللي كيتقى في وجه الله وكيعاملني بالحسنى، وخا عرفني اني مريضه هكا نفسيا، راه واقف معايا وعمري ما سمعت منه شي كلمه خايبه، ولا عايرني بهذا الشيء اللي انا فيه. كيحاول معايا ما امكن انه يصلح هذا الشيء اللي فيا. هذه كانت القصه ديالي، وهذا بحال واحد البوح محسو ليكم غير باش نسرح وباش نفش شويه على خاطري وعلى الضر اللي فيا.